شوفوا 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 الزين. اليوم هذه مفاجأة، مطبخ المشبه الشامي. طبعا هذا مشروع وطني، وقدم لك يا سلام من عز نفسه، ما يذلون الناس ومن ذل نفسه لا يدور معزه. يلا مسجل مال اول زين، طلعي ابوي غريضاتك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هذا المطبخ موجود في الحميدي 1 ورا نستو. السلام على هالهريس ابوي، الفلاتر مخربه، بجلع لكم الفلاتر لان صراحه كذا ظلمناهم. يا جماعه الخير، هذا مع عبد الله السويدي رعية ايمان، انسانه مميزه، شغله نظيف. طعمنا اول شيء طبعا ودولنا البيت، ويوم يربنا الشغل شفنا الشغل نمره 1، قلنا نبي هاتوا بنصب لكم اياه. هاي المرقوقه، هاي مضروبة ورق العنب، هذا هريس اللحم الغاوي الفنان، هاي المعكرونة. شوفوا يا جماعة الخير، بوفيهات خفيفة صياني. طبعا شوفوا يا جماعة الخير، شو تبون من هذه الناس؟ صياني حق البيت، عندكم عراس، عندكم مناسبات، عندكم حفلات، أي شيء قبل بيومين بثلاثة أيام بس تخبرونهم، من غير طبعا المقبلات، من غير الآشارات، كل شيء، سمك ما سمك، طباخ البيت، طباخ العربي القديم مال اول مال حياتي، يدو يا يدوت يدو اللي يبل الشيء الشعبي، الشيء المرتب النظيف، ترى بنات البلاد ما يقصرون. وهذا الشيء يعني صراحه مهتمين بادق التفاصيل، بحط لكم انا رقم التواصل الشخصي مالها، تواصلوا وياها ترى فعلا ما تقصر. الله يا ربي يسعدكم.